والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ممثل ومخرج وأستاذ سينما بالمعهد العالي لمهن الصناعة البصري والسينما. أنا جد فخور بالمشاركة ديالي في الدورة 14 للمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير، لأنه أولاً أول مرة كنحضر هذا المهرجان واللي كيتميز بواحد السمعة على الصعيد الوطني، وثانياً كتجي لمشاركة الطلبة وجمهور المهرجان من خلال الورشة اللي أثرتها حول صناعة الفيلم القصير الروائي، وكذلك حول كتابة السيناريو وبعض التقنيات على مستوى صناعة الفيلم، واللي استفدوا منها يعني جمهور واسع من الطلبة وكذلك رواد ديال المهرجان بكلية اللغات والفنون بأيتم اللول. وهذا يعني فرصة للقاء اللي كيتيح المهرجان، وخلتنا أنه نتبادلوا المعرفة ونتبادلوا كذلك اللقاء مع الجمهور ديال مدينة أيتم اللول. نتمنى الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه البلدة حتى تعود أوضاع الثقافية والفنية والعمل والفن. إبراهيم حنكش، مدير الدورة 14 لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير والمكلف بالعلاقات العامة والتواصل. مهرجان هذا السنة في الدورة 14 ديالو، اللي كتعرفوا كما كتعرفوا هي تحدي كبير، يعني ملي تنقولوا تحدي كبير يعني عودة المهرجان بعد هذا يعني كورونا، الجائحة اللي ضربت المغرب، ورفعناها تحدي وكنتمنوا أننا ننجحوا إن شاء الله، وبالفعل في طريق أننا ننجحوا إن شاء الله بفضل المساندين والمدعمين ديالنا اللي تنشكرهم من هذا المنبر. تنشكروا جماعة ديال أيتم اللول، كنشكروا عامل إنزكان، كنشكروا مركز السينما المغربي، كنشكروا جامعة الفنون واللغات بنو زهر، تنشكروا المديرية الجهوية للثقافة غوكادير، بزاف نتشكر كل قدود النق ولا ينظر للديوش كان حاضر ديدا، نتشكر للصحافة اللي غسدني كانتو كاسنسن مش كان تبارك الله كله حاضر. بالنسبة للافتتاح كما شفتوا في فقرات فنية تكريم اللي شفتوا غادي يكون ان شاء الله تكريم الفنانة الكبيرة أمينة أشاوي، وتكريم يعني الكاتب الكبير محمد شويكة، هناك تقديم للضيوف اللي جاونا من سوريا، من العراق، من هولندا، من سويسرا. وهادو رغم ان عندنا مشكل بالنسبه للتنقل، باقي ما تقادوش لي فول، عندنا مشكل ان ما التحقوش اغلب المشاركين، ولكن الحمد لله راه كاين سميتو كاينين فنانين اللي التحقوا. غيكون ان شاء الله من بعد التكريم ديال الفنان الكبير ياسين احجان، وغادي يكون التكريم ديال ستي دريس التركي، الحاج دريس التركي تقني يعني مركز السينما المغربي. وان شاء الله كنتمنوا اننا ننجحوا، وبالفعل كما كتعرفوا بان مهرجان سوس ما فيهش غير الفرجه، وانما فيه ورشه تكوينيه اللي هي ورشه اللي كدار في كليه الفنون واللغات بنو زهر بأيتم اللول، المشكورين بهذه الفرصه وبهذه الشراكه اللي هي شراكه اللي هي ان شاء الله مثمره بالنسبه للشباب والطلبه، اللي كتعرفوا بان الطلبه ديالنا ديال محترف كوميديا ومهرجان سوس نجوا افلام دوليه اللي وصلت للعالميه وداو جوائز اللي هي مهمه، وهذا فخر بالنسبه لنا في أيتم اللول، وفخر للسوس الى جانب مهرجانات اخرى اللي كاينه في مدينه سوس وكتحمل معنا نفس الهم وكتشارك معنا نفس الهم، وكنتمنوا لها ان شاء الله العوده والنجاح كذلك كمهرجان سوس ان شاء الله. وشكرا.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.